ليكي انا دائما طول عمري بغني، يعني من انا وصغيره مثل ما قلتي، من عمري 3 سنين، يعني لانه اهلي بيقولوا لي انه بلشتي تغني وتحكي سوا، يعني دغري بس عرفتي تنطقي راسا بلشتي تغني، ما وفرتي وقت. فانه الموسيقى كثير قريبه مني، يعني هيك بدمي اذا بدك. بس طبعا يعني مثل كثير ناس بتحب الفن، احيانا بيكون بتحسه حلم بعيد. فانا عشت كل حياتي مثلا درست شيء مختلف، يعني ما كان بيخطر لي انه انا بدي يصير خلص انه مغنيه محترفه، بس كان دائما حلم موجود، يعني كنت دائما اقول يا ريت يزبط. بس بتعرفي يعني المجتمع بيجي بيقول لك لا لازم تشتغلي شيء هيك، يعني درسي اقتصاد درسي شغله. بس انا بتخيل بس واحد يكون عم يحلم بشيء بدون ما يعرف بيكون عم يعني عم يشتغل له كثير، يعني كنت بدي ادخل هذا المجال. مظبوط، انا قدمت من يعني قبل ما ابلش اذا بدك القناه على اليوتيوب، وجربت هلا ما مشي الحال، ووقتها زعلت بوقتها. بس بعدين اكتشفت انه هي البرامج مش لل يعني مش ضروري تكون الطريق الصح للبدايه للكل، في ناس بتزبط معهم وبتفيدهم وفي ناس لا. يعني انا رجعت اخذت طريق لحالي على اليوتيوب، وبعدين بلشت انتج لحالي، حسيت حالي فري اكثر بمحل. واصلا يعني هني هيدول البرامج بيركزوا كثير على الصوت فقط، يعني بدون ما ياخذوا بعين الاعتبار احيانا هويه اللون بدك تقدميه، الخط المعين. فهي مش لكل الناس، يعني في ناس بتزبط معهم وفي ناس لا. بس انا بشكل عام بالمسابقات مني صاحبه مسابقات الغناء، يعني كنت صف رابع بسوريا في مسابقه يعني على مستوى سوريا، يعني مستوى البلد، ما فشلت فيها. قدمت على سويدش ايدل ما رحت، وبعدين كمان ذا فويس ما مشي الحال. فشكله انه كان مرسوم لي انه انا ابدا لحالي، يعني عرفتي، وكثير ناسبني هالشيء يعني صراحه. انا جسدي ان كان لي فيك خير لا تداويها لا تداويها. بدي اقول اول شيء انه ريحان بتعشق تونس مثلي، فهي هلا كثير زعلانه انه مش قادره تكون، خاصه انه بضل بحكي لانه مهرجان قرطاج له سحر يعني من نوع ثاني، فهي زعلانه انه مش هون. انا وريحان من احنا وصغار سوا بكل شيء، يعني بنتقاسم كل شيء، بنتقاسم الفرح المشاكل، بنتقاسم الغرفه، كثير راب يعني بكل شيء روحيا. ف اذا بدك بلشنا سوا، يعني هيدا الفيديو اللي عملناه ما كنا منتظرين منه شيء، يعني عملناه هيك اذا بدك تعبير معين بوقته، صرخه. ومن بعدها انا كفيت بطريقه وهي بطريقه، بس كثير حلو كيف بلشنا سوا، والفكره طلعت كثير عفويه. يعني كنا حكيت كثير، بس راح ارجع اقول هيك بشكل مختصر بما انك سالتيني، انه كان وقتها صيف 2014، كان صيف جدا صعب على بلاد المشرق. فقلنا تعالوا نعمل شيء لسوريا لبنان العراق وفلسطين وننهيها بموطني. وهيك يعني نحن انصدمنا قد ايه وصل الفيديو لمحل بعيد. لانه ما تعادت التجربه، لانه هو الفيديو اللي بلادي بوقتها طلع عن جد يعني بدون تخطيط، يعني طلعت الفكره بتوقيت معين نحن حسينا عن جد، وكانت الفكره هيك يعني مجرده اذا بدك، يعني فكره ما فكرنا كثير حتى بالانتاج. فبحس هلا اذا بدنا نعملها ما حتطلع حلوه، ما حتطلع بنفس العفويه، ما حتطلع بنفس الروح. وكثير بننسال هالسؤال. هلا هي بخطه، يعني ريحان اعلاميه وبتشتغل بمؤسسه، وانا ذات الشيء يعني اخذه خط الغناء. اذا بدنا نرجع شي نهار نجتمع لازم يكون شي كمان حاسينه ومش مفكرين فيه كثير، لانه بحس انه هيك تجربه هالقد عفويه لازم ايه يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار النجاح اللي حصده لبلادي كعمل، وما كثير يعني نقعد نحسبها. سودان ان لم تكن فيها. لا اكيد ليكي، ما في حدا ما بيحب فيروز، يعني وقد ما بتحبوها بتونس وقد ما بيعنوا لكم تعني لكم موسيقى الرحابنه، هي
بعد لبلاد الشام ونحن ببلاد الشام بعد بتمثلنا يعني اللهجة اللي بنحكي فيها كتير كتير بتعني لنا الموسيقى. هو مش لا أكيد مش إزعاج بالعكس، بس هو إنه بحملني مسؤولية وشي بحس من يعني إنه يعني هيدا التذكير أو التشبيه أنا ما بتبناه، يعني أنا لأنه بشايفة حالي بي نحن يعني نحن اللي عم نشتغل هيدا الإيكيب غير زمن غير شيء كليا غير يعني أكيد اللي يمكن في شيء قريب الخامة مثلا خامة الصوت أحيانا في ناس تقول لي عن جد كتير الخامة قريبة هيدا شيء ما فينا نتحكم فيه، بس غير هيك أكيد أنا مثل أي حدا يعني بالنسبة لنا فيروزي أيقونة بالموسيقى وكل مدرسة الرحابنة يعني، وأنا بقول لك أنا كبرت عليهم متأثرة فيهم، بس بخط الشغل يعني بحس ما لا تجوز المقارنة، أولا لأنه ما حدا بيتقارن فيهم، تاني شيء غير زمن وحتى بتحملني مسؤولية مني قدها، يعني في ناس بيصير عندهم ردة فعل وأنا ولا مرة طالع أي لأنه أنا بالعكس يعني أي حدا لازم يستحي يقول هيك شيء، إنه بس إنه الناس من بالمحبة يعني بتقعد بتشبهك بهيك ناس عظيمين يعني. حضرة مفاجأة بس ما رح أقلك ياها، مع أنك كتير لطيفة بس ما تخدعيني بالابتسامة لأنه هي مفاجأة، فأكيد في قصص بالتونسي محضرة، في ألبوم جديد، في أغاني يعني الألبوم حكاية القلب كله أغاني جديدة ولا مرة تغنت بتونس، فحتتغنى أول مرة على مسرح قرطاج وبعدها عنا جولة بكتير مدن يعني بتونس، فأغاني جداد، وعلى فكرة هو الألبوم 8 أغاني رح نغني 7 لأنه الثامنة هي اسمها دمشق ورح تتغنى لأول مرة كاملة بدمشق، يعني هيك حسينا أنه أهالي الشام لهم حق أنه تتغنى بدمشق لأول مرة، رح نقول منا مطلعها كتحية من تونس، تحية لسوريا لأنه تونس وأهلها الرائعين يعني من أول يوم واقفين حد سوريا وكتير بيعني لي أنه غنيها من تونس. محليهم محليهم الفنانين تبعكم بجويني ولطفي بوشناط، حنغني لفنانين تونس جداد بليز، قلت لك يعني الابتسامة تبعك البريئة ما رح تخليني اتراجع. هيدا التقرير مو حينزل بعدين، خلص حطوا من الحفلة تقرير. يا قاتلي ولان أحييتني فيها كل الأغاني سدى سدى، إن لم تكن فيها جراح حبك تذكر. كلمة لجمهور قرطاج، بدي أقول كلمة للجمهور التونسي بشكل عام. هلأ نحن عنا مثل بيقول على البنت إذا كانت كتير حلوة إنه حلوة وبتعرف حالها حلوة، فأنا بحس الجمهور التونسي حلو بيعرف حاله حلو، يعني بيعرف إنه لما بيجي فنان قد بيغني معه قد هو مصدر للطاقة والفرح، فبدي أقول إنه أنا كتير محمسة لنرجع نلتقي بمهرجان قرطاج ويا رب نقضي أحلى الأوقات وإن شاء الله تضل تونس بهالهمة وتضل تستقبل الموسيقى وتضل هالقد مصدر فرح وتضل معمورة يا رب وبس. أنا ما لجأت لعينيك خوفا، أنا بنت خير التراب والشمس السماء، فإن كنت تحسب عشقي ضعفا، فإن كنت تحسب عشقي ضعفا وتجهل معنى الوفاء، فإني لعزتي نفسي أوفى ولا حب عندي بلا